مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل فطيرة الشوفان، هي كتير روعة ومميزة. يلا روح الوصف. 1 كوب جزر مبشور 200 جرام، نصف كوب من الشوفان 50 جرام، حليب جوز الهند او اللوز او الحليب العادي حسب نظامكم الغذائي 1 كوب 240 جرام، قرفة معلقة صغيرة، رشة ملح لتحقيق التوازن وتعزيز النكهات، ربع معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، بيكنج باودر نصف معلقة صغيرة، قليل من الفانيلا. نوع التحلية اختياري حسب نظامكم الغذائي، ممكن عسل أو سكر أو بديل السكر أو دبس التمر. أنا حوضع معلقتين من العسل، مع انه العسل اذا تعرض للحرارة هو خطأ بفقد الفوائد تبعته، لكن غير موجود عندي سكر. ممكن استخدام اي قالب متوفر عندكم، هذا القالب حجمه 20×13. ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. انواع الحليب النباتي حوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. وضع التمر والمكسرات، نوع المكسرات هو اختياري، نوع المكسرات ممكن الجوز او اللوز حسب ذوقكم. تشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل على 200 درجة مئوية. يمكن استخدام اي فرن متاح، يجب مراقبتها، الشيء المهم هو حتى يتغير لونها. نضعها على الرف الاوسط لمدة 30 دقيقة. هذه هي المكونات. في أكثر من 20 وصفة للشوفان، خبز وتحلية. حوضع بعض الوصفات أو بعض الروابط في صندوق الوصف تحت. هيك جاهزة، من الأفضل نتركها حتى تبرد قبل التقديم، ولكن أنا من شان التصوير حفرجيك كيف شكلها، كتير هي روعة. يفضل نتركها تبرد. كتير كتير روعة ومميزة. خلينا نتذوقها. بصراحة طعمها كتير رائع ومميز. أتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.